طبعا مثل ما بتعرفوا خاصية الـ RTX نزلت اليوم معنا بتاريخ 17 سبتمبر، فما بعرف هلا انا بدي اجرب الـ RTX اشوفها. يلي ما بيعرف مواصفات جهازي موجودة بالوصف، بس انا بدي اقول لكم الـ RTX انا عندي 2060 سوبر 8 جيجا ورايزون تقريبا ما بعرف شو كور اي 5 هيك شيء تقريبا، ما بعرف يعني شوفوها بالوصف مالي حافظ المواصفات. فالموضوع كلياته انه نحن بدنا نجرب هلا الـ RTX 2060 كيف رح يظهر لنا اللعبة بخاصية الـ RTX، وبدنا نجرب ماب بالكرياتيف نشوف شلون بدها تصير. طبعا شركة نيفيديا فتحت الدنيا وفورتنايت وصار عندنا ار تي اكس ومدري شو مدري شو، نجرب هل فعلا اللعبة حتتغير، هل رح نشوف شيء حلو بالجيم بلاي. انا الاف بي اس تبعي بالعادة مثلا بالالعاب خليني اورجيكم 200 الاف بي اس عندي مقفل 200 باللوبي، وبالجيم مثلا بقفل 180 وبلعب على احسن اعدادات بالنسبة لريزولوشن هيك. فنحن رح نجرب هلا مبدئيا، خلينا نفوت على الاعدادات ننزل لتحت. اول خطوة لازم اعمل دايركت اكس، عندي 12 انا محدث دايركت اكس وعندي 12 وكل شيء تمام. والدي ال اس اس هي تقريبا لازم تحطها على الكواليتي مشان يعطينا احسن اداء، انا بدي اشوف احسن اداء بالنسبه الي. وهدول هاي مثلا عندك هي هاي، عندك هي اون، عندك هي ميديوم، خليها هاي مثلا اون. يعني انا هيك مثلا اعطيتكم اعلى اعدادات باللعبه، بنحط ابلاي مثلا وبنطلع. لازم نرستر اللعبه لانه الدايركت اكس لما تقلبه لازم نرستر اللعبه. فنحن رح نشوف شو وضع الار تي اكس بهي اللعبه ونجرب الماب اللي لعبه ايبك جيمز او شركه ايبك جيمز والار تي اكس تبع نيفيديا، هن التنتين حكوا على هي الماب انه رح تنبهر فيها ومدري شو. فرح نجرب جيم بابليك ورح نجرب كود الكرياتيف اللي يعطونا اياه بالنسبه للار تي اكس. طبعا مثل ما شايفين لكل لوبي صار عليها شويه انعكاس، والاف بي اس راح من 200 ل 136، يعني اعلى شيء 136 هذا باللوبي اللي احنا عم نحكي. فهلا بقى بدنا نفوت شو على الكرياتيف، بدنا نشوف الكرياتيف شو الوضع فيها والكود تبعات الار تي اكس اللي نيفيديا وهي. لو نشوفوا قناه البطل بس يعني فيها لمعان وهيك شغلات، يعني شلون فيها شويه لمعان وهيك، والسكين هيك بتلاحظ انه في هيك انعكاس ضوء على كله باللوبي، يعني احنا كلياته عم نحكي باللوبي. بدي شي بيكاكس هيك عليه ضوء، مثلا هذا البيكاكس شي بيكاكس عليه ضوء مشان نجربها كلها. هذا البيكاكس المفروض بيعطي ضوء، يعني شوف سكين كمان بيعطي ضوء، شي سكين سكنات بيعطي ضوء. انا بدي اجربها لانه كلها يعني بدي ما بدي اترك شيء الا ما اجربه فيها. هذا السكين بيعطي ضوء تبع الحزمه هي، او هذا بيعطي ضوء. انا بدي اجرب كل شيء بالار تي اكس، يعني ما حاترك شيء الا ما اجربه. بدي اشوف شو هي الار تي اكس بالنسبه لفورتنايت، لانه انا على البث المباشر حكيت انه الار تي اكس ما له طعم، يعني انا حكيت انه الار تي اكس ما له طعم بنوب بلعبه فورتنايت. وصار واحد من الناس عبد الرحمن يعني الله يسعده عمل علي ميمز، صار هو يعني مثل المظاهر امامكم الميمز، صار انه يكتب انه انا ما بدي الار تي اكس ومدري شو. فهات لنشوف بقى، انا بالنسبه لي ما له طعمه مشان تعرفوا. يعني هلا انا اللي شايفه انه كاني حاطط اللعبه الاعدادات هاي هون، اول شيء كاني حاطط اللعبه الاعدادات هاي. نجرب هاي الماب الار تي اكس ليك، يعني حتى اسمها ار تي اكس، يعني الماب اسمها ار تي اكس، فما بعرف انا كاني حاطط اللعبه الاعدادات هاي. نزل عندي الاف بي اس من 200 ل 54، شوفوا من وين، من 200 ل 54 نزل عندي الاف بي اس. هون انا واقف على ضو كاني عامل شيء، بس مشان اكون عندكم فكره الماب اللي هلا بدي فوتها، هي الماب رح تكون هي مخصصه لهيك قصه، يعني هن اللي حيكونوا مظبطينها كثير، وهي شركه نيفيديا هي اللي حكت عليها وايبك جيمز هي اللي حكت على هي الماب. فلو حابب تجربها جرب بهي الماب. فانا يعني شكل خرافي كانه، يعني هذا شايف لكم اياه، نشوف يعني شو الماب شو الموضوع الارت، يعني شوف حتى حاطين لك لاما بظهرك مشان تضوي شو الفكره. ويلكم تو ار تي اكس تريديشنال ران، تمام ران هاي ران. شوف اللمعان مثلا ما بعرف هاي بالنسبه، شوف هيك شوف هون الانعكاس شلون هيك شايف سكني انعكاس هيك حاطين مثل مرايه. هلا هذا الشغلات ما بتلاقيها غير بالار تي اكس فعلا، هذا الانعكاس ما بتشوفه غير بالار تي اكس، مثلا مثل وور زون او كنت عم بلعب هيك قصه ما بتشوفه. يعني شوف الانعكاس حلو، الانعكاس حلو الصراحه. شوف حاطين لك مرايا بكل مكان مشان بس تشوف حالك، ايه انه انا وبالجيم داخل فايت عرفت شلون بالارينا مثلا، انا مهمني اني اشوف حالي على المرايه، كلها مرايا. فايند ال 15 كوينز، منين بنلاقي لك 15 كوينز؟ هلا نحن بدنا نجرب لهم. هون مثلا شوفوا حاطين لكم اضويه مثل الأضوية هون، الأرضية هيك بتلمع شوي مثل الأضوية، بس الأضوية ما عم تعكس على الشخصية، فهمت شو الفكرة؟ الأضوية ما عم تعكس على الشخصية، بتعكس على الراس اللي عم يلمع مثل هذا راس اللاما وهيك. المي شوفوا المي حلوة، حطيلك هون تمثال. شو ها؟ إيه أنا فعليا مالي شايف غير مرايا، نايس يعني شوفوا، يعني مرايا أقسم بالله أنا مالي شايف غير انعكاس ومرايا.
اتصلوا بعت لي شو تخيل عم تلعب هيك قاعد تفوت مكان في مراية والله بتخوى. باك تو لا ما بدي باك. شوف كله مرايا 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 ما في اي يعني شايف بس هيك انعكاس هيك انا عم نط مثلا. ما في انا ماني شايف شيء مبهر الصراحة يعني شايف بس انعكاس بس هو يعني ايه جي جي خطوة حلوة للعبة والار تي اكس خطوة حلوة وتمام الوضع كله سليم وحلو هون ليكون انعكاس يعني بس انا كأني حاطط اللعبة على هاي حاطط اللعبة على هاي وعم العب يعني بس ما في غير شوية الانعكاس اللي ليكو على المرايا هذا. هلا هون اللوبي هي مثلا الاولى مالي شايف فيها غير شوية اف بي اس ضاع مالي شايف غير شوية اف بي اس ضاع انا الصراحة ولا الاسطح صارت خشنة من بعيد ما عاد ناعمة مثل الاول. انا معروف الار تي اكس انه بيعطيك حواف ناعمة يعني ما بيعرف شو يعني حواف ناعمة يعني بتلاقي كأنك عن جد يعني عم تطلع على باص او شي يوم بيعطيك حواف خشنة هيك مبوزه والباص ما عم يلمع عادي مثل ما هو الباص بالنسبه لي. انا فكرت الباص رح اشوفه عن جد هيك عم يلمع وتعكس عليه الشمس وهيك 33 52 بنزول ما في شيء بيطلع كله بنزول اف بي اس انا وعم بتحرك 45 40 45 40 وهكذا والشغلات ما عم ترندر مع انه انا عندي هارد اس اس دي الشغلات ما عم ترندر من كتر مو مهلوكه يعني ليك الشغلات ما عم ترندر بنوبل قدام ما فيها رندر ليك شلون مجحشه. واو مراية اه يا زلمة ما مو ظابط مو ظابط. اخر شي نشوف المي نشوف المي مثلا هون بالارنة هاي نشوف مثلا قارب سيارة مثلا يعني المي مثل ما هي يعني انت منازل مثل ما هي انا مالي شايف مثل المي مثل ما هي انا عم حاكي لكم لان اللعبة حافظها يعني فعليا اللعبة حافظها انا عم لكم هذا الكلام لانه انا فعلا حافظها اللعبة المي مثل ما هي بس هيك متعدلة هون شوي مثل ما شفتوا بالاعلان هون شلون طلع معلم الار تي اكس بتخوط من كتر مو حلو شوف هون شلون باللعبة يعني المي فيها شوية انعكاس هيك وصايرة خشنة هو انعكاس ضو ما في انعكاس ضو ما في المفروض ينعكس ضو شوي على الراس تبع اللعبة ما في المي فيها شوية انعكاس قشطة بس بتغبش العيون. هلا ما بدي اف بي اس انا بدي اداء فهمتوا شو الفكرة انا بدي اداء ما بدي اف بي اس. الطيارة ما فيها اي شيء مختلف ما بعرف ما تجربة سيئة جدا من الار تي اكس وكل حمار عم ينزل يقتلني اول ما بلعب ما بعرف ليش كانوا عارفين انه انا عم صور يعني تجربة كانت سيئة كتير مواصفات جهازي مكتوبة بالوصف ما بعرف يعني شو بدي اعلى من هيك انه اشتري لي تبع 1500 دولار مشان هيك موضوع لا مستحيل التجربة كانت سيئة شوي وار تي اكس 2060 ما عمل اداء بنوب واف بي اس ضايع بالعادة انا 180 اف بي اس ما بعرف ليش هلا هيك بس هي كانت تجربتنا بالنسبة للاف بي اس. اتمنى يكون عجبكم المقطع اكتبوا لي رايكم بالتعليقات لانه بيهمني جدا موضوع الـ RTX هذا لأنه كتير انصرعنا فيه بيهمني جدا هذا الموضوع. شكرا لكم وبرعاية الله.